قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 29/11/2014 مع استمرار حبس المتهم حبيب إبراهيم حبيب العدلي، وتنبه على باقي المتهمين. مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 29 نوفمبر القادم. هذا ما قضت به محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك المعروف إعلاميا بمحاكمة القرن. وأرجع رئيس المحكمة هذا القرار إلى إفساح المجال أمام استكمال الاطلاع وكتابة حيثيات الحكم بشكل كامل. والله قرار التأجيل بتاع المستشار كامل رشيدي النهاردة هو قرار يحمل معنيين. المعنى الأول أن لا يريد أن يحكم في القضية قبل قراءتها جيدا. هو قال وزعم في بداية الجلسة أن القضية وصلت إلى 160,000 ورقة. طبعا هذا كلام أنا ممكن أرد عليه، أن هو القضية كما قال المستشار أحمد فهمي رفعت اللي هو القاضي السابق 60,000 ورقة، وإذا كان زاد عليها يزيد الحكم بتاعه 118 ورقة أو 50 ورقة وحكم محاضرة النقض، وقول حتى 1000 ورقة محاضر الجلسات في المحاكمة الجديدة. وقبل اتخاذ رئيس المحكمة قراره بمد أجل النطق بالحكم، عرض فيلما تسجيليا أظهر ضخامة أوراق القضية المؤلفة من 160,000 ورقة، يتعين على هيئة المحكمة الاطلاع عليها كاملة حتى يتسنى لهم كتابة أسباب الحكم. القاضي استشعر الحرج، مش لمبارك، استشعر الحرج لعدم ثقته في الأوراق. كنت متوقع النهاردة النطق بالحكم وإن شاء الله كان ببدة الإعدام، بس هو بصراحة لقينا القضاء مسيس. بلتمس له العذر طبعا، لأن القضية ورقها 160,000 ورقة، وهو يعني صرح راجل سنه كبير والسادة المستشارين اللي معاه برضو على قامة عالية وناس كبار، فإحنا التأجيل ممكن يكون في صالحنا. وعلى الرغم من أن قرار المستشار الرشيدي حق أصيل كفله القانون، فإن ردود الأفعال جاءت متباينة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس الأسبق حسني مبارك أمام مقر إعادة المحاكمة في أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، حيث دارت اشتباكات محدودة بين الجانبين تمكن الأمن من السيطرة عليها والفصل بينهما واستعادة الهدوء. إسراء سعد، الحياة اليوم.